وخلونا نستكمل رحلتنا مع الشيخ الغزالي، وخلونا نريح شوية من السياسة، وإن كانت هتقابلنا برضو لأنها غارسة في كل شبر في حياتنا. ولكن خلونا نبدأ رحلة مع كتاب جديد للشيخ الغزالي بعنوان الجانب العاطفي من الإسلام. إيه الجانب العاطفي من الإسلام ده؟ الشيخ حب يعالج قضية التصوف في الإسلام، إيه هو وحدوده إيه وإزاي نمنعه من إنه يتخطى حدوده فيتسرطن ويغير حقيقة وطبيعة الإسلام ذاته. الأصنام موجودة الآن تعبد وقد قتلت الشعوب، أتتصور أن يحصل انقلاب عسكري في إنجلترا ويطلع لي ضابط لا خبرة له في شيء يقول لك أنا الحاكم بأمري في البلد؟ أبدا. لكن في العالم العربي يسمح بذلك. ليس لنا صديق إلا الله ولا نصير إلا الله، ولذلك يجب أن نصل من قطع من حبالنا معه. التصوف الفلسفي في تاريخ الإسلام عموما كان شكل من أشكال الغزو الثقافي، استغل كتير لتغيير عقيدة المسلمين وتتويههم عن المقاصد الأساسية للإسلام، وما زال بيشتغل النهاردة من الأنظمة السياسية لنفس الهدف ده، إنهم من خلاله بيحولوا الدين لمخدر يسيطروا بيه على شعوبهم، مخدر بيحول الإسلام من دين له منهج عملي بيؤثر في شكل الحياة على أرض الواقع لدين صفصطة وكلام كتير وفلسفة فارغة ملاش أي علاقة بإيه بيجرى على أرض الواقع من حوالين. بيحول الإسلام لمكلمة رغي كتير ما تطلعش منه بأي نتائج ملموسة في الدنيا وفي الحياة، رغي بيحرف كلام الله ويفسره بشكل ما أنزل الله به من سلطان عشان يغير المعنى الواضح الصريح للآيات ويحوله لمعاني تانية تماما من خلال اللعب بالكلام، معاني أشبه بالهلاوس اللي بيشوفها متعاطي مخدرات الهلوسة حرفيا. لكن الأصل إن في جانب للتصوف في الإسلام له دور وحدود معينة واللي ممكن أسماءه تختلف أو نتوه ما بينها. البعض بيسميه علم القلوب، والبعض بيسميه علم الإحسان، والبعض سماه علم البواعث على الأعمال، البواعث اللي هي الدوافع النوايا، إيه اللي بيخليك تعمل حاجة معينة، المقصد يعني، اللي هو ببساطة الجانب التربوي من الإسلام، إزاي شخصية المسلم بتتربى وبتتشكل، الجانب اللي سماه الشيخ الغزالي الجانب العاطفي من الإسلام. ولكن بغض النظر عن الاسم المعنى مفهوم، بشرط ان الكلام يفضل داخل إطار واضح ومحدد ومحكم من توجيهات كتاب الله وتطبيق النبي صلى الله عليه وسلم، الكتاب والسنة. محدش يفتكس بقى ويجيب من كيسه، لأنه كده ببساطة بيخترع دين جديد. الحضارة المادية الحديثة ربطت الإنسان بالأرض بالجري ورا المادة وبس، ساعات الاتجاه ده بيتوحش ويطلع لنا ناس زي ترامب مثلا بيدوسوا على كل القيم والمبادئ بوحشية وبجاحة، وساعات في مجتمعات بتقدر تحقق توازن بين التركيز على النتائج العملية الملموسة في الواقع وبين الحفاظ على قيم معينة في المجتمع بحيث ما يتحولش الغابة، قيم برضو بتحافظ على مصالح أفراد المجتمع. أما احنا كمسلمين فالاستبداد في مجتمعاتنا للأسف من مصلحته إننا ما نفكرش أبدا بشكل عملي وندور على مصالحنا كأفراد على أرض الواقع. ليه؟ عشان يقدر النظام المستبد يعيش الناس في مية البطيخ ويكلمهم عن إنجازاته وفناكيشه، اللي لو أي حد فيهم فكر بشكل عملي وواقعي وسأل نفسه السؤال البسيط اللي سأله الراجل الصالح مرتضى منصور بدون ذكر أسماء، يعني أنا كده استفدت إيه؟ هيلاقي نفسه ما استفدش أي حاجة من كل الإنجازات دي، يبقى اسمها إنجازات إزاي؟ شفتوا؟ مش قلت لكم هتلاقوا السياسة غارزة في كل حاجة معانا؟ وفي حكاية اختراع دين جديد دي إحنا دايما لايصين بين اتجاهين أو أكتر. المهم ان الدين لازم ياخدوه في اي حتة الا انه يلامس الواقع ويخليك تمشي في الحياة وانت رجليك على ارض ثابتة. هتلاقي اتجاه او اتجاهات ماسكين في التفاصيل الدقيقة جدا ومش شايفين اي حاجة من الصورة الكبيرة، مركزين بقى في شكلك يبقى عامل ازاي وشعرك ودقنك وحتى في الصلاة تقف ازاي وتقعد ازاي وتحط ايدك على بعض ازاي ولما تركع ظهرك يبقى بزاوية مش عارف كام، وخلاص هو الدين ده اخره، التفاصيل الشكلية الدقيقة. لكن الصورة الكبيرة وأثر كل التفاصيل دي على حياتنا وواقعنا ومقاصد الدين نفسه إيه؟ لا ما تلاقيش. ده اتجاه أخد الدين كله ودخل بيه تحت الأرض في جحر نمل وعمال يفرز النمل الذكر من نمل النتاية. في اتجاه أو اتجاهات تانية بقى أخدت الدين وطارت بيه لفوق لعاشر سما، يعني هو المفروض ما فيش عاشر سما بس هم اخترعوا سما عشرة وطاروا لها. دي الاتجاهات الصوفية عموما هتخليك كمسلم عايم في مية البطيخ حرفيا، رجليك مش واصلة للأرض أصلا. فالنهاردة أغلب المسلمين هتلاقيهم يا إما في جحور النمل زي ما قلنا، يا إما في السماء العشرة في مية البطيخ. وتيجي تبص على سطح الأرض نفسها مش هتلاقي حد ماشي ورجليه على الأرض. الناس اللي عايشين الإسلام صح ما بين أحكام عملية على أرض الواقع وما بين مشاعر بتدفعهم بالشوق والرغبة في
في مرضات الله سبحانه وتعالى، اللي هي روح وعجلت إليك ربي لترضى، اللي هو العمل اللي بيحركه الضمير. الدين مش شوية فتاوى حلال وحرام بنوع نفليها ونفرزها ونطبقها عمياني وخلاص، لا، الإسلام هو إنك تعيش حياتك بضمير متعلق برضا الله سبحانه وتعالى. الضمير اللي بيحركك مش مواد القانون الفقهي اللي بتقعد تدور فيه على ثغرات زي المحامين اللي بيلعبوا على ثغرات القوانين زي ما عمل أصحاب السبت، بس ضمير بيحركك على بصيرة، لأن في ناس كتير بيحركها ضمير بلا علم، عنده عاطفة حارة وحب لله والدين وغيرة شديدة، بس العاطفة دي بلا علم ولا بصيرة ولا منهج واضح، فبتتحول لتعصب أعمى يضر الدين نفسه ما بينفعهوش. وفي ناس زي الروبوتات حريصين على الشعائر والشكليات، دول عندهم علم وممكن يكون غزير ولكن بلا ضمير ولا عاطفة، وده نتيجته بيكون شخص متدين ولكنه جاف غليظ بيصد الناس عن دين الله برضه بأخلاقه ومعاملته وتعاليه على الناس ورصده لأخطائهم ومحاكمته ليهم، بيبقى مثال حي للدبة اللي قتلت صاحبها. بس خلونا نرجع للاتجاهات اللي قلنا عليها. النموذج بتاع السماء العشرة ده بيحرف كلام ربنا ازاي؟ نشوف مثال لتفسير سورة بسيطة جدا مفيش مسلم مش حافظها، يمكن سورة النصر. نشوف في تفسير ابن عربي مثلا بيقول لك ايه: اذا جاء نصر الله، اي المدد الملكوتي والتأييد القدسي بتجليات الاسماء والصفات، والفتح، اي الفتح المطلق الذي لا فتح وراءه وهو فتح باب الحضرة الأحدية والكشف الذاتي بعد الفتح المبين في مقام الروح بالمشاهدة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله، أي التوحيد والسلوك على الصراط المستقيم وبتأثير نورك فيهم عند فراغك من تكميل نفسك، أفواجا، أي مجتمعين كأنهم نفس واحدة، فسبح، أي نزه ذاتك من الاحتجاب بمقام القلب إلى الترقي في حق اليقين، بحمد ربك، أي حامدا له بإظهار كمالاته وأوصافه التامة عند التجريد بالحمد العقلي، واستغفره واطلب ستر ذاتك بذاته كما كان حال الفناء قبل الرجوع إلى الخلق أبدا، إنه كان توابا قابلا لرجوع من رجع إليه بإفنائه بنوره. ولما كمل الدين واستقرت دعوته طولب الرسول بذلك، أي بالرجوع إلى مقام اليقين الذي يستمر إلى ما بعد الموت. طبعا الكلام ده كله من كيسه من الهوى كده، وكلام كتير ملوش معنى أصلا بس يبان لك فخم كده، زي ما بيقولك إن الفتح يعني الفتح المطلق الذي لا فتح وراءه وهو فتح الباب الحضرة الأحدية والكشف الذاتي بعد الفتح المبين في مقام الروح بالمشاهدة. حرسود يعني إيه الكلام ده؟ جبته منين؟ النقطة بقى إن التفسير يكون محتاج تفسير أكتر من الصور اللي بيفسرها أصلا، لأنها واضحة زي الشمس، معروف سبب نزولها وسياقها وبتكلم مين وبتقوله إيه. الصورة بتتكلم عن فتح مكة وانتصار الإسلام، والصحابة فهموها بإنها نعي النبي صلى الله عليه وسلم إلى نفسه بأن خلاص رحلته في الحياة الدنيا انتهت، ده المعنى اللي فهمه الصحابة من الصورة. إنما ابن عربي واللي زيه فسروا الكلام من الهوى كده، لا استندوا لمعاجم اللغة العربية اللي واضح فيها كل كلمة معناها إيه بالظبط، ولا استندوا لفهم الصحابة ولا حتى فهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا بقرآن جديد تماما، نفس الكلام ونفس الآيات بس بمعاني جديدة بتطلع لك دين جديد في النهاية ملوش علاقة بالدين اللي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. وصاد دول بقى في الطرف الثاني الجماعة بتوع جحور النمل، دول بقى الواحد فيهم يقعد يدرس الأحكام الفقهية مثلا، فيدرس فقه الصلاة ويحفظ إن واجباتها كذا وكذا، اللي يقول 8 واللي يقول 14 إلخ، وإن سننها يجي 50 مثلا وفروضها وشروطها كذا وكذا إلخ. إنما هل لما بيجي يصلي مثلا كل الكلام اللي حفظه ده بيخليه يستحضر روح الصلاة؟ بيخليه يعرف يخشع بين يدي الله؟ بيخليه يعرف يرق قلبه وهو بيدعو ربنا في الصلاة؟ أبدا. هتلاقي الاتجاه ده عموما أغلبه حافظ كويس بس مش فاهم، ده في الفقه. في التفسير بقى تشوف مثلا آية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فتلاقي تفاسير بتتكلم في كل حاجة إلا معاني الكلام والمقصد من الآية. يقول لك الجملة الأولى فيها قصر موصوف على صفة فما سر هذا القصر، والجملة الثانية جاءت بعد اسم النكرة فهي صفة، والجملة الثالثة تضمنت استفهاما إنكاريا بيانه كذا، والجملة الرابعة فيها شرط والجزاء يدلان على خسارة المرتد واستغناء الله عنه، أما الجملة الخامسة ففيها وعد الله بمثوبة الشاكرين. طب فين الكلام عن قضية الوفاء بالمبدأ حتى ولو مات من يمثل هذا المبدأ؟ الثبات على طريق الرسالة حتى لو النبي صلى الله عليه وسلم ذات نفسه
مات أو اتقتل؟ ما تلاقيش. فين الكلام عن تحديد وظيفة المرسلين بأنها البلاغ؟ وبعد كده كل حد وصلته الرسالة دي هيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى مسؤول عن نفسه وبس، يتسأل هو عمل إيه بعد ما وصلته الرسالة؟ ما تلاقيش. فين الكلام عن الناس اللي بيعبدوا الله على حرف واللي بيهربوا من ميدان المعركة عند أول إصابة؟ ما تلاقيش. فين الكلام عن قيمة الحياة الدنيا بالنسبة لأصحاب المبادئ ولعموم الناس؟ مفيش. طب فين تعليق القلوب بالله سبحانه وتعالى وباعث الهمم على الارتباط به وحده والبذل له وحده؟ مفيش. طب فين معنى الشكر على نعمة الإسلام والتوفيق للإيمان اللي ختمت به الآية؟ مفيش. طب هو الآية كده فضل منها إيه أصلا؟ ولا فسرتها إزاي لما ما اتكلمتش عن أي حاجة من دي؟ أنت قعدت توصف من بره وبس من غير ما تقولي إيه الرسالة اللي ربنا بعتها لي من خلال الآية؟ فإحنا واقعين في المغرس ده ما بين الناس اللي ماسكين في الشكل وناسين المضمون والمقاصد أو مش شايفينهم، وما بين الناس اللي ناسين الشكل وشايفين المضمون سايح على بعضه كده بلا مقاصد أو أهداف واضحة، زي ما قلنا عاملين بالظبط زي اللي واخد مخدرات أو عقارها الوسة فشايف الدنيا كلها سايحة على بعضها، فبيفسر تفسير ما أنزل الله بها من سلطان بس شكلها حلو بعاطفية كده وبتلعب على وتر المشاعر، وكمان بتبعد عن أماكن الخطر والمسؤولية. تفسير في الأمان، ما بيصطدمش بحد يخوف ولا بيحمل الشخص أي مسؤولية في الدنيا. تعالوا في الرحلة دي نحاول نوزن الأمور ونردها إلى نصابها، وتعالوا نبدأ ونتكلم عن الإسلام والإيمان والإحسان. موقف حصل وبيحكي لينا سيدنا عمر رضي الله عنه، يقول: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. واحد فجأة دخل علينا ومتشيك على سنجة عشرة كأنه جاي من بيته لصلاة الجمعة، مش غريب مسافر ولسه واصل البلد، بس العجيب أن محدش فينا يعرفه، يعني مش من أهل البلد، إزاي الشياكة دي كلها وهو مش على سفر؟ حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. يعني المفروض اللي بيسأل ده بيستفسر عشان مش عارف، إنما ده كأنه هو اللي بيمتحن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إيه القصة العجيبة دي؟ وإيه الحاجة المهمة قوي اللي حصلت عشانها؟ الإسلام والإيمان والإحسان ثلاث كلمات وردوا في الحديث اتسأل عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وشرحهم، كلمات لو اتسأل عنها أي حد يمكن مش هتلاقي واحد يعرفها زي التاني، معانيها مبهمة لناس كتير، فلازم تعريف واضح من النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يختم الحديث بأنه يقول للناس مين الشخص الغريب ده: هذا جبريل جاي يعمل إيه؟ أتاكم يعلمكم دينكم. إيه ده؟ بس كده؟ يعني إحنا عشان نتعلم ديننا محتاجين نفهم الفرق بين الإسلام والإيمان والإحسان؟ أيوة. الدين اللي جاي جبريل مخصوص عشان يعلمه لنا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم هو الإسلام، لو هنبصله من ناحية الشعائر والسلوكيات الظاهرة للناس الجانب العملي، وهو الإيمان لو هنبصله من ناحية عمل القلب، ما وقر في القلب، اليقين والعقيدة اللي بيحركوا المسلم وبيثبتوه، وهو الإحسان لما نبص للصورة الكاملة اللي تضافر فيها الإسلام والإيمان مع بعض عشان يكملوا بعض بإيمان واضح وعمل صالح. هو ده الإسلام، مظهر من بره الأفعال وعقيدة ويقين من جوه في القلب، والمظهر والجوهر الاتنين بيتفاعلوا مع بعض ويكملوا بعض عشان يدونا المنتج النهائي الإحسان، الثمرة. ما هو أصل لو ما فيش ثمرة ونتيجة في النهاية يبقى الإسلام والإيمان لازمتهم إيه؟ عامل بالظبط زي ما نتكلم عن شجرة حية، الجذع والفروع والأوراق هم الإسلام، والغذاء اللي بيسري في أجزاء الشجرة عشان يحافظ على حياتها هو الإيمان، وثمار الشجرة هي الإحسان. لو الشجرة ملهاش ثمرة عقيمة فده معناه إنها معطوبة فيها حاجة غلط، يا إما في الناحية المادية تكوينها المادي جسمها مريضة مثلا، يا إما في الغذاء بتاعها ما بتتغذاش محدش بيرويها، وده الوضع اللي احنا عايشينه النهاردة. عالم إسلامي مترامي الأطراف ومساجد ضخمة مزخرفة ومؤسسات دينية رسمية وكلام كتير قوي، طب والنتيجة إيه؟ هل في ثمرة لده على أرض الواقع؟ هل في حياة بتتحسن؟ هل في فساد بيتم إصلاحه؟ هل في ظلم بيتم مقاومته ورفعه؟ ولا الهوى، مفيش أي ثمرة، مفيش إحسان. ده في النهاية معناه إيه؟ إنك محتاج تشخص الحالة كويس عشان تفهم المشكلة عندك فين، في إسلامك ولا إيمانك ولا الاثنين. وده هيخلينا نرجع للصنفين اللي إحنا واقعين ما بينهم،
ناس بتتكلم عن الظاهر بس، طقوس وشعائر ونصوص عن الإسلام بس ما لهمش دعوة بالإيمان، وناس تكلمك عن الإيمان بس وما لهمش دعوة بالجانب العملي، والاتنين مش هيكلموك عن المقاصد النهائية، الثمرة، إن الإسلام والإيمان يكون لهم ثمرة في الحياة، لأن حاليا الإسلام حرفيا مخطوف من الأنظمة السياسية وبيلعبوا بيه ويوظفوا مصالحهم الشخصية، ومش من مصلحتهم أبدا إن الإسلام يكون له ثمرة على أرض الواقع، لأنهم أول ناس هيتأذوا من ده بسبب فسادهم وظلمهم. الفهم ده هيخليك لما يجي قدامك أي كلام عن الإحسان أو المحسنين في القرآن هيخليك تشوف صورة تانية خالص عن اللي متعود عليه. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. مين دينه أحسن من اللي أسلم وجهه لله وأطاعه وهو محسن؟ يعني إسلامه وطاعته ليهم ثمرة ونتيجة على أرض الواقع، مش مجرد أفعال وأقوال شكلية زي الموظف اللي بيمضي حضور وانصراف في ميعاده بالظبط لكن إنتاجيته صفر. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. التركيز على النتائج النهائية، النقطة دي لوحدها لو المسلمين فهموها وبدأوا يحسبوا كل حاجة في حياتهم من الزاوية دي، متخيلين شكل العالم الإسلام هيتغير إزاي؟ طب الآيات دي اتكلمت عن الإسلام والإحسان، طب فين الإيمان في المعادلة؟ الإيمان في الحالة دي تحصيل حاصل، لأن لا يمكن الإسلام هيكون له ثمرة بدون إيمان، وده فصلته آيات تانية. ولكن الكلام عن الإيمان محتاج حلقة لوحده عشان نفصل براحتنا. نشوفكم على خير إن شاء الله.